السلام عليكم. اليوم بالسماوة محطة الضخ جنوب السماوة في منطقة العدس، هذه مياه المجاري. هذا مياه كل هاي المياه كلها حسب ما يقول السيد المهندس انه كلها تروح للنهر. كانت المحطة هذه مبنية بال 2012، كلفت الدولة العراقية 48 مليار، عقد صيانة فقط لمدة شهرين بسبب إجراءات إدارية مشكلة بها. هذه المياه هذا النهر الأشهر هاي عبارة عن مياه مجاري محافظة السماوة، اللي هي محافظة المثنى جنوب السماوة، يتم إلقائها مباشرة في نهر الفرات. كان يفترض أن تعالج في هذه المحطة ومعالجة بيولوجية ميكانيكية. أي لكن أحواض الترسيب معطلة، المنطقة معطلة كاملة، والأريشن معطل يعني في المحطة. هذه المنطقة اللي تصوروا هذه. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي انفتح بقناة الرافدين حتى أو انوجد بالقناة حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات صوتكم. للمشاركة بالبرنامج من داخل العراق تقدرون تشاركونا وتتصلون بينا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي ظهرت أسفل الشاشة، تقدر تتصل بينا بأي لحظة من لحظات البرنامج. من خارج العراق عندك رقمين ثانيات تقدر تدق علينا على واحد من ذني أرقام الاثنين اللي أسفل الشاشة، فعدكم ذني أرقام الأربعة للاتصال. أما هذا الرقم هذا غير مخصص للاتصال، يعني إذا تدق علي بهذا الرقم ما راح يبين يمي، ما راح يطلع عندي بالجهاز، ما راح أقدر أستقبل اتصالك. فلا تزعلون من عندنا وتدزولنا رسائل إنه إحنا ندق عليكم وأنتوا ما تسمعونا أو ما تجاوبونا. هذا الرقم مخصص بس للرسائل، فأتمنى تكون الرسالة مكتوبة متبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. الفيديو اللي شفتوه بعد شارة البداية هو محطة لتصفية المياه في إحدى المحافظات العراقية اللي انصرفت عليها مليارات الدنانير واشتغلت 4 أشهر ووقفت. طبعاً هاي جزء من واحدة من الخدمات اللي اليوم واقفة. احنا سمقبلين على فصل الشتاء، اول معاناة راح نفكر بيها اذا مطرت الدنيا. اذا مطرت الدنيا بالعراق شوارع راح تفيض، المي راح يفوت على البيوت، الاثاث راح يخرب، الناس راح تغرق. ليش؟ لان ماكو خدمات. اول معاناة راح نفكر بيها جهالنا شلون راح يروحون للمدارس، لان شفناهم شلون يدوسون بالطين وعذرا من الكلمة بالاسيان حتى يوصلون لمدارسهم. ليش؟ لانه ماكو خدمات. اول معاناة نفكر بيها شلون راح نقدر نسيطر على مي المطر، لان ماكو خدمات، لان ماكو شبكة صرف صحي. طلع لنا واحد قبل وقال اكو صخرة كبيرة بالمجاري. ادري صخرة بالمجاري بمحافظة، بقية المحافظات المفروض شبكة الصرف الصحي هي مختلفة منفصلة عن هاي المحافظة. ليش ذني شغرقن هم الصخرة مال عبعوب؟ هاي ثاني معاناة. كهرباء ماكو، مي صالح للشرب ماكو. يعني بالمختصر اللي يريد نحكي عليه اليوم هو الخدمات. بس ليش ملف الخدمات اليوم بالعراق 4 سنين مركون على الرف؟ 4 سنين حاطيب فايل، حاطيب ملف، وفاتحين درج اللي هو مجار وضامين بهالمجار وقافلين عليه. بس ورا هال4 سنين فجأة بقدرة قادر صارت الانتخابات. شكو سياسي بالعراق، شكو مرشح بالعراق فتح هذا المجار وطلع الملف وقالت الخدمات وحجت الخدمات، إضافة إلى النواب يفترون بالشارع. هذا اللي بلط، هذا اللي يجيب مولدات، هذا اللي يصبغ، هذا اللي شجر، هذا اللي يزرع، هذا اللي يحيرون شي يسوون بس حتى يرضون الناس، ينتخبوهم يصعدون للبرلمان، نسد الملف مرة ثانية ونذب المجال. ليش يا ترى هاي الحالة؟ ليش الخدمات اليوم بالعراق اللي تخص المواطن العراقي وتخص معيشة المواطن العراقي ما حد يفكر بها، بس من تجي الانتخابات الخدمات صارت أول ملف؟
لما تجي فترة الترشيحات كلها تحكي بالخدمات. لما تبدي الدعاية الانتخابية ما شاء الله عناوين رنانة من أجل خدمة المجتمع، من أجل عراق موحد، لقطع الانقطاعات في الكهرباء، عناوين رنانة كلها تخص الخدمات. ليش اليوم هذا الملف صار هو عبارة عن ورقة جوكر يستغلها السياسي للعب على مشاعر المواطنين العراقيين؟ والمشكلة أكو من يصدقه. طبعا إذا نريد نحكي عن الدعايات الانتخابية أكو دعايات مضحكة، أكو دعايات مع الأسف مبكية، أكو دعايات ما تستحق أن تطلع كدعاية انتخابية ولا أن تروج. لكن هذا الملف بالذات هو ملف مؤذي لمشاعر العراقيين. ملف المعتقلين هو ملف مؤذي لمشاعر العراقيين. ملف النازحين هو ملف مؤذي لمشاعر الكثير من العراقيين. ليش هذا الاستغلال لهذه الملفات بس هاي الفترة؟ والسؤال الأهم، ليش الناس أو كثير من الناس يصدقون بالسياسيين اللي يستغلون هاي الملفات؟ ليش اليوم السياسي ما يهمه شلون دا يصعد، بس يهمه يدوس على مشاعر العراقيين؟ دول السياسيين نفسهم اللي قبل قال أنا ما أصير ويا فلان، ترى اليوم صار وياه. والأمثلة هواية هواية أمثلة أكو اليوم بالسياسة العراقية عن سياسيين قال بعد ما تحالف ويا التحالف الفلاني أو ما أتحالف ويا السياسي الفلاني، وبهالانتخابات تلقيهم متحالفين. بس كلهم وعدوا بخدمات وكلهم خلفوا بهاي الخدمات. تبلط لي شارع وتعوف لي مدينة ما يهمني، تبلط لي رصيف وتعوف لي مدينة ما يهمني، تشوفني بوقت الانتخابات شارع مرصوف شارع مبلط ورصيف مرصوف والصبغ عدل والأشجار موجودة، وورا الانتخابات توصل لحد معين ويوقف والوراها مالك علاقة بي ما يهمني. بس اللي هم المواطن العراقي، أنا مو أنا داعشي داعشي كمواطن، اللي هم للمواطن هو أنه أنت تطي كهرباء، تطي مي، تطي شبكة صرف صحي مجاري عدلة، بحيث من تمطر الدنيا ما يفيض، ما تخرب المواد الكهربائية والأجهزة الكهربائية ببيتها نتيجة الانقطاعات المستمرة، من يشرب مي ما يسمم، من يروح المستشفى يتعالج ما يضحكون عليه، من يروح أي دائرة خدمية بالعراق تطي. عندنا اتصال محمود من الموصل، حياك الله يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أستاذ؟ نحمد الله على كل شيء. أستاذي احنا صارت عندنا هنا الشوارع، عندنا شارع دمرنا. نعم. قالوا عودة تخبون نور المالكي أو هذا راح نفلش 5000 بيت. شلون؟ بس عيد ليها تنتخبون نور المالكي لو شنو؟ شارع اي مخصص يضرب حي النهروان اي كيف على تركيا زين يضرب 5 حيل سمعني ما اشتغلوه اي الحج جايين عاو تنتخبون يعني شي فوق 5000 بيت 60 سايد سايدو زين. احنا هذا الاحزاب استاذ بلغنا بيها من الانتخابات للشارع. نعم. أحد يدخل بالانتخابات يصير مجادر الانتخابي. نعم. هل يصير بالانتخابات اللي ضحوا. نعم. اللي ضحوا فين؟ البصرة مع النجف مع الدمرية مع الحلة ضحوا شهداء. نعم. إحنا دافع
الله. نعم. هذول اللي يتقدمون أول بداية بالانتخاب. نعم. نعم. وهذول الأحزاب يحطون رأسهم وينحون. الحشد يتفلش، لازم يتفلش الميليشيات. لازم تتفلش. وهذول يشوفوا لهم طريقة يمدوا بيهم. الحصين من وادي الوادي هذول هم مثل القصاني. انتخاب ثوار تشريد. شارع من الثمانين مخصص أو عليه يقتل له 5000 زيت العوائل اليوم ما حد لا تعشتر اليرموك الرجل حديد الرمان نابلس هاي كل الأحيان اللي أحكي لك عليها هذه يضربها 60 يعني مش قليل خراب ودمار. روحوا وردوا بطايقكم وجناسيكم وروحوا على واحد بالبرلمان تخفكم. نعم. قال والله تقع من السمات لجاهل قاع وانا من شكرا شكرا لك اخ محمود. ام طه من الموصل حياك الله يا ام طه. السلام عليكم اخويا. عليكم السلام والرحمه والاكرام. نشكر اولا قناتكم قناه الرافدين. لا شكر على واجب امي. احنا كل فتره وفتره يقولون اكو عفو. احنا ولادنا احنا ولا المقاطعين انتخابات اذا ما يسوون عفو. نعم. والعفو يكون عام. ولادنا يوم جوا دوائش عمر الواحد 12 سنة و 14 سنة. نعم. ايه. والوقفوا يا دوائش وانطوا مي اشتروا واحنا هيش استوانا بعرضك وهيش ذبحنا اخوتك وفلشنا بيتكم وخذوا انتزاعات منهم بالقوة تا على مودي يسوونهم دوائش. سجنوهم انسجن أبل 15 سنة وبالمؤبد وبالإعدام. إحنا شنو ذنبنا؟ الحكومة وين كانت من يوم فاتوا علينا الدواعش؟ الحكومة وين كانت طلقة وإحنا ما طقت؟ هل هو هذا يصير؟ هل هو هذا قانون؟ هل هو هذا عدالة؟ هل هذا هو حكومة؟ كم سنين وإحنا شفنا رقنا الأمرين جوع وقتل وذبح. العجوز انهانت، الحرمة انهانت، البنت انظامت، كنا انجلدنا، ولدنا انجلدت، زينا انجلدت، شيابنا انجلدت، اي حرمه ما بعدنا، انتخكوها، هسه لو السجون منه، احنا شنو الذنب اللي سويناه؟ بس قول لي كيف احنا نوصل؟ يعني شنو الذنب اللي احنا سويناه؟ اذا ما اكو عفو، احنا ناشد كل شريف. كودا ان العراق من خارج الدول كافر، مسلم، بس انه شريف. احنا الناس دو يسوون الولدنا عفو عام. وجزاكم الله خيرا وجزاكم الله ينطيكم لوم ما يرضيكم يوم نطلعون حسنا بالقنوات. طالع طالع صوتك وسمعوه كل الناس. شكرا شكرا جزيلا لكم طه. قضية المعتقلين دائما نقول هي جرح نازف بالنسبة إلى الأمهات والآباء العراقيين، لكن اليوم موضوع الحلقة هو الخدمات، لأنه الخدمات لا تقل قلة عن او عن عن الاهمال الحكومي للمعتقلين. قضية المعتقلين بها اهمال وقضية الخدمات بها اهمال والنازحين بها اهمال. الثلاث قضايا مرتبطة واحدة ويا الاخ. فنريد نرجع الى قضية الخدمات. اليوم ماكو اي خدمات بالعراق، اي بنية تحتية ماكو بالعراق. 18 سنة هم دا يحكمون البلد، ميزانيات انفجارية. ليش لليوم ما دا نشوف اي شيء يخص الخدمات العراقية؟ وهذا الملف هو عبارة عن ورقة تستخدم فقط لغايات انتخابية. المرشحين يطلعون أني أبني وأني أسوي وأني أنشئ محطة وأني أجيب لكم كهرباء وأني أجيب لكم مي وأني أجيب لكم شارع وأني أبلط لكم رصيف أو عفوا أرصف رصيف لو أبلط شارع، أني أبني مدرسة. وخلصت الانتخابات ما حد يشوف شيء. عماد من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلون أستاذنا العزيز؟ نحمد الله على كل شيء أخويا. أستاذنا العزيز الله يخليك، إحنا بطلنا من الأعمار وبطلنا من كل شيء. نعم. حضرت مكتب الصدر نجيب كربلاء ويشوف الصور. ذاك اليوم مصطفى الكاظمي إحنا ما نقول رئيس حكومة، هذا رئيس حكومة. نعم. هاي أول وحدة. وثاني شيء يخصص زيارات زوار الحسين جزوا، يعني هاي ماخذينها صحيحة نجار ومال الحسين، لأن هو أستاذ الحسين هو الحسين
يزورونا لو صار لآلاف السنين. أنا سلام الله على الحسين، بس هذول أستاذ يعني هذول ما يعني تحكي لك أستاذ، هذول ما يتجاون حكي، الحكي ما أنا مشتري أستاذ والله. هذول مصيبة، هذول كارثة. إذا سماح راح زار هاي المواكب، ليش ما راح زار هاي السجون؟ ليش هاي المساجين اللي كانت فيها الجوع؟ الآن مقهرين الأبرياء وجاي يعذبون بيها، وجاي يومية ما حد يجزي. هذول يعني ضمائرهم وين صارت أستاذ؟ ضمائرهم وين؟ الشعب يعني هذا الشعب اللي طلع مظاهره يكبحوه، اللي حكى على معتقله ماكو كل فائده استاذ، بس الله يخلصنا من ذولا. ما اريد لا اعمار، هم هسه استاذ النفط ماخذينه، هسه حيقول يرجع 30,000 مبسوطه عذوب من الحزب الشعبي، هذول في سبيل يستخبونهم، والقضيه الانتخابات محسومه الله وكلهم وذولا هيمنه وبعد الا الله. هاي وما عشير. السلام عليكم، نشكر قناتكم هاي الطيبة، وهاي القنوات كلها ترى القنوات الشرقية ما فيش بها، هاي كلها قنوات مزيفة والله، بس قناة الرافد الكريم هاي اللي جاء تحكي مع ناس النازحين مع ناس المعتقلين، بس ماكو ماكو حل، ماكو حل إلا الله بس. نعم شكرا وأنا لك أخ عماد. أبو علي من كركوك، حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن بس نطالب يعني الماء في غباء الحويجة، يعني مي شح يعني نوبه. نعم. يعني ماء هنا للجدش ماكو، يعني مي كامل ما ظل مي في غباء الحويجة يعني، وقراها ناحية الرياض وقراها. نعم. يعني ناشد بس يعني يريد مسؤول يجينا، يعني يريد شيء يعني يطلع لنا على هذا الموضوع، يعني مي نوبة ماكو. نعم. يعني الزراعة كامل يعني لا شرب مي شرب ماكو. نعم. يعني نطالب بس هذا الموضوع، يعني موضوع الماء. نعم. وشكرا. شكرا لك ابو علي. ابو علي وجه مناشده يقول قضاءنا ما بي مي، اتمنى يجي مسؤول ويشوف القضاء، لانه المي يخص الحياه ويخص المواطنين. الاخ عماد من بغداد يقول اتمنى من السياسيين ومصطفى الكاظمي مثل ما يهتم ببعض النواحي ان يهتم بالنواحي الثانيه، يعني هاي الرساله اللي وجهها يقول من خصص مبالغ للزيارات ومن خصص وقت لزياره المواكب، اتمنى يخصص وقت ل المواطنين وأن يصرف أو يخصص مبالغ للقضايا اللي تخص المواطنين. أم طاها من الموصل تقول إحنا نطالب بالعفو العام. محمود من الموصل يقول إحنا نطالب بالخدمات. يعني اليوم إذا تجون للعراق من شماله إلى جنوبه، من شماله إلى جنوبه ديعاني، راح تلقون منطقة عن منطقة تختلف معاناتها عن المنطقة الثانية. مثلا الجنوب تصحر، ملوحة تزيد بشط العرب وتصعد لفوق، جفاف، الهوار دتيبس، الجواميس دتقل، مي ماكو، كهرباء ماكو، بدرجة أنه أثرت على معيشة المواطنين. ترحون إلى مثلا الوسط والغربية، مدن مدمرة، اعتقالات، بنية تحتية ماكو، تصعدون إلى الموصل كذلك، تصعدون إلى مدن الإقليم عندها معاناة أقل من الباقي، أوكي، لكن همين أدى تعيش في معاناة، سببها كله هي السياسات الخاطئة. أم علي من أبو غريب. أي علي من أبو غريب، حياك الله يا أم علي، تفضلي. الله يسلمك. والله قناة الرافدين يزار أبو علي بالجملة العصبية. نعم. راح من أخونا هذا المقدم برنامج. حياك الله أختي، تفضلي. أبو علي يسلم عليك. الله يسلمكم يا رب. أي اليوم طلعنا من الجملة الصغيرة، ولأنه كان هو يخابر على طول. نعم. الحمد لله على سلامته يا ربي، وربي يشفيكم يا، تفضلي يا أم علي. الله يسلمك، الله يسلمك، رحم الله والديك.
والله مات ما بغريب. نعم. ماكو يا ما يا كهرباء حل تعبان بغريب. نعم. نعم أختي. أستني حار صباري. نعم شكرا شكرا لكم ام علي لاتصالك ونتمنى الشفاء العاجل لاخونا ابو علي والحمد لله على سلامته ورب يا ربي يقوم لكم بالسلامة ان شاء الله. نعم ابو غريب وكركوك والموصل وبغداد وكل محافظات العراق اليوم هي ما بها خدمات. يعني المشكلة اليوم السياسيين اكو انتخابات كلها دا تحكي بالخدمات واكو اللي دا يقعد واكو برلمانيين كانما هو موظف بالبلديه او بامانه العاصمه دا ينزل الى المناطق اللي دا يصبغ اللي دا يرصف اللي دا يبلط اللي دا يجيب مولدات دا يشتغلون شغل واصلا مو شغلهم. يعني البرلمان العراقي المفروض يشرع قوانين واكو دوائر ومؤسسات هي اللي تنفذ. يعني اربع سنوات خدمات ما موجوده بالبلد لعد أمانة العاصمة والبلديات في المحافظات العراقية شنو شغلها؟ ليش ما حاسبتوها أنتوا كنواب؟ ليش ما أديتوا واجبكم في البرلمان كسلطة تشريعية ورقابية على هاي الجهات التنفيذية؟ ليش أنتوا تركتوا هذا الأمر كله ومن جت الانتخابات اللي لبس الجزمة ونزل للشارع واللي جاب له تنكر وقام يطي مي واللي جاب له لوري وحادلة وقام يبلط واللي جاب له زرع وقام يزرع واللي جاب له كم صباغ وقام يصبغ بالشوارع؟ زين انتو شغلكم كل اربع سنوات تبلطوا لي شارع؟ زين هالاربع سنوات اللي دا تاخذون راتب على قولة الشعب العراقي راتب خيالي وانفلاقي يقولون هم، على شنو دا تاخذ راتبك انت؟ هاي تساؤل المواطن. عندنا اتصال شيرزاد من كركوك، حياك الله يا شيرزاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخويا شيرزاد. عمي بن الزحمة وصلنا بحالة هذا الزبالة مال كركوك. إيه. كركوك ما يبين من الزبالة. شوارع كلها زبالة. نعم. هذول البرلمانيين هسه يجون نفسهم يسترون والله نسوي تبليد وهاي زبالة كلها ننظفها مناطق يجي نسوي كلها سبب. نعم. فأني مثل قدر ليش صدق بيهم لا أحد يمطي صوت حرامية. نعم. إيه ف كلهم بوابين. نعم. شكرا 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 لك اخ شيرزاد. ونعم صحيح اليوم السياسيين ما قدموا شيء نهائيا لا برلمان 2005 ولا العشرة ولا الأربعتاعش ولا الثمنتاعش ولا الموجود هسه ولا حكومة من ذني الحكومات الجوي ولا أي رئيس حكومة إجا للعراق اليوم قدم خدمات. لا والله احنا شفنا أشياء جديدة. يعني بال 2003 كان اكو سرى بنزين، بال 2021 رجع سرى البنزين وراح نشوفكم فيديو ورا هذا الاتصال اللي عندنا هسه. وشفنا سرى ما الثلج همينا. أبو وطن من لندن حياك الله أبو وطن. يعني ليش الخدمات العراقية أو الخدمات بالعراق اليوم هي عبارة عن شيء منسي بالنسبة للسياسيين يذكره بس بوقت الانتخابات؟ تحياتي لك أخي العزيز وللمشاهدين الكرام. حياك الله أخويا. الله يحييك. قبل لا أجيبك على هذا التساؤل المشروع، معذرة كنت أتمنى نعم. اليوم تتخصص حلقة اليوم 22/9 أيلول ذكرى الرد على العدوان الفارسي المجوسي اللي هسه جاي تحاول قنوات بين قوسين نغولة خميني يحاولون يصورون أن العراق هو المعتدي وأن إيران هي البريئة.
إيران اللي أجرمت بحق العراق على مدى التاريخ. نعم. وما والوضع اللي إحنا به والحلقة اللي جاي تديرها حضرتك الآن والمصايب اللي بيها العراق هي كلها من جار السوء هذا، من هالفرس هذولا اللي حقدهم مال قلوبهم على العراق، بالعرب بشكل عام وبالعراق بشكل خاص. نعم. أما بالنسبة لموضوع الحلقة اليوم، نتوقع يعني إحنا من حكومات ما بعد 2003 يعني هذول يعني أردال إيران ذيول إيران، شو تتوقع من عندهم؟ يجون يخدمون؟ ذولا جايين ينتقبون؟ يعني إلى متى إحنا نظل نناقش أمور محترامي نناقش وكأن الوضع يعني هو سياسة وبرامج انتخابية وتنافس بين مرشحين؟ لا لا، هو المسألة مسألة ناس جاية تنتقم، وللأسف الشديد ما يزيد الطين بلة مثل ما يقولون. قبل كنا نتهم فئة معينة، فئات معينة من هاي الأحزاب اللي كانت بإيران. نعم. اللي هي إيران وجاية تدمر بالبلد. حتى الكل صار الأغلبية صارت طابعة إيران، يعني حتى السياسيين السنة صاروا يترددون رايحين جايين على إيران يقدمون الولاء والطاعة وحتى يأخذون صك الغفران من عندهم ويضمنونهم مركز بالحكومة الجاية القادمة. صار الكل يريد الطاعة لإيران، يقدم الولاء الطاعة والطاعة لإيران. نعم. فاللي تكون هاي أخلاقه وهاي تصرفاته تطور يخدم الشعب العراقي، البعض منهم وصلت به الدناءة حش السامع والوباعة أن يساوم المواطن العراقي على لقمة عيشه في سبيل يرشحه بالانتخابات القادمة، يشتري صوته وكرامته وإنسانيته ورجولته ومبادئه، يشتريه ب50,000 و100,000 لو بشيس مال مواد غذائية. شوف الدناءة والوضاعة وين وصلت. هذول يخدمون وطن؟ نعم. اصحى يا شعب، اصحى اصحى وشوف، انت عايش بلب الأزمة، اصحى وشوف اللي حواليك منهم هذول يخدمون وطن؟ لا يمكن، لا يمكن على الإطلاق. دولة جايين ينتقمون من شعب وأرض ووطن وتاريخ ومستقبل لهذا البلد، لا يمكن يخدمون هذا الوطن، وهذا الواقع اللي جاي نعيشه حاليا هو خير دليل. نعم نعم. خير دليل. حضرتك ذكرت وين البناء، يعني معقولة 18 سنة هاي الميزانيات الانتجارية 130 و140 مليار ميزانية الدولة السنوية، وينها؟ الدولة بأيام الحصار، بأيام الحصار لمدة 18 سنة كانت ميزانية الدولة 6 مليار. ما نقول كنا عايشين بقمرة وربيع، بس كنا عايشين، كانت الناس نوعا ما كرامتها محفوظة، كانت الحصة التموينية تكفي العائلة، كانت الناس عايشة يعني ببساطة. هسه 130-140 مليار وينها؟ هاي الصور اللي جاي تعرفها حضرتك الآن، والدمار اللي بالمستشفيات والمدارس قطاع الصحة والتعليم والطرق والنقل وكل شيء، وين الفلوس؟ وين راحت؟ هذول يخدمون، هذول جايين يقدمون برامج سياسية خدمة الوطن والمواطن، ما لكم كيف تحكمون؟ نعم. أنا أشكرك جدا. شكرا شكرا لك أبو وطن، وعدتكم وراء الاتصال اللي أخذته مال أبو وطن أنه أشوفكم بال 2022 اكو سرى جديد بالعراق. احنا يعني شفنا بال 2022 بالصيف سرى الثلج لان كهرباء ماكو يردون يبردون، بس هسه اكو سرى بنزين رجع للعراقيين مره ثانيه. خلونا نشوفها. يا ابا شوف هاي الازدحام اليوم على محطه البنزين بشارع السينما، هاي واصل الازدحام الراس الشارع. وينكم يا ابا المرشحين؟ والله هذا قاعد عشره سعد ياسر، صح النوم، الله بالخير. شوفه يا ابا، شوف الازدحام، هذا كله الازدحام. حياكم الله من جديد. هذا السرى هسه هل كم يوم هذني؟ يعني بال 2003 أمريكا احتلت البلد هي وتحالفها، حكومة كانت ماكو استيراد، ماكو تصدير، ماكو تكرير نفط، ماكو أكو شيء، وقف البنزين قلب العراق وبلش العراق يصير
بسرابنزين كان الشعب ممكن يعقلها. وصلت انه فردي وزوجي في تلك الفترة كان الشعب ممكن يستوعبها، بس ورا 18 سنة من حكم هاي الأحزاب والكتل السياسية يرجع المواطن يلزم سرى على البنزين لأن ماكو بنزين، ما أتوقع راح يقلها المواطن. بعد حتى المواطن اللي دا يصور الفيديو اللي عرضناه اتهكم على واحد من المرشحين اللي عارض صورته بنفس الشارع. فهاي الخدمات اليوم بالعراق ليش نسيت؟ ليش ماكو إعمار بالعراق؟ ليش ماكو مي؟ ليش ماكو كهرباء؟ ليش ماكو شوارع؟ ليش ماكو مدارس؟ ليش ماكو مجاري؟ أذني كل ليش؟ أبو شيماء من بغداد حياك الله. الله يساعدك حبيبي. ويساعدك. هذا هاي بالنسبة تقول البنزين إحنا ببغداد عندنا متوفر، لا أزمة بنزين ولا كل شيء. حبيب قلبي يعني قابل دا أكذب عليك، هذا بالرمادي مو بالموصل. أنا يا أخي استفورت قبل شوية رحب مالك هذا العزيز، أنتم ليش تروجون بس تشوفكم محافظة بها قليل وبسط الجو تهاجوا ليل ونهار. لحظة والساكنين بهاي المحافظة مو عراقيين؟ مو عراقي لأن بغداد عالي، جزايا واحد عندك اتصال وخابر قل بغداد محسن وعالي موجود عندنا. اي لا حبيب قلبي انا ما دا اكذب عليك، هذا الفيديو بشارع السينما بالرمادي تقدر تركب سيارتك وتروح تتاكد بنفسك. ما اعرف والله بالنسبه لبغداد موجود عندنا احنا. انا ما قلت بغداد هاي الاسم. بغداد العفو. انا ما قلت بغداد تقول عفو. لا ما قلت قلبي. عبال بغداد. ما قلت بس إذا, اذا 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 كانت ببغداد واذا كانت بدهوك واذا كانت بالفاو واذا كانت بدل عباس واذا كانت بالقائم كلها مناطق عراقيه. فإذا المواطنين اللي عايشين يعانون هاي المعاناة أكو غير هالفيديوهات عندنا بالقناة 5 مستعدة طلع كيان كلهم، بس رح أخذ وقت البرنامج. بغداد خير وبركة أستاذ العزيز، بغداد خير وبركة، لا بنزين كهرباء زين خير من الله. أبو شيماء حبيب قلبي بغداد خير وبركة، أكو ناس تعاني إيه؟ بغير مكان. هاي طلاب بغداد هاي التجاوزات هي من الله كتب عليها، هي تعبان المناطق زين. بغداد بها خدمات حبيب قلبي؟ أعرف حبيبي خدمات يعني شخصي البنات كان 20 مليون 40 مليون نفوس العراق رحم مالديك ينتج الخدمات. لا أوقف يعني شو العلاقة بعدد النسمات؟ هسه تضمن لي بالشتاء إذا مطرت الدنيا ببغداد ما تغرقون؟ يا بحي يا عمان ذاك اليوم اللي قاعد بيها أنت هي مغرقت، يا كل الدول غرقت، أي مطر يصير بيها الدول تغرق. يا إحنا مو بس بالعراق، وهذا الأستاذ العزيز هذا الخبرك من لندن قلت بكر ما تحكي على إيران ساعدت العراق، تعال حارب هنا ود الخايبة قاعد بلندن وتحكي للمجوس، عيب هالكلام هذا المجوس والفرس ده قوانا صارت، عيب والله عيب من المحيب أصلا. يعني شنو ندافع عن إيران؟ إيه دي إيران طبعا موقف مين إحنا وإيران، يعني لو إيران ما قاعدين ببغداد إحنا الله وكيلك، لو مو إيران لحظة وقف إيران اللي قصت المي عنك وصار جفاف بنهر دجلة، إيران اللي دا تأخذ خيرات البلد، بس أوقف اسمعني إيران اللي قصت المي عنك وصار جفاف بنهر دجلة، إيران اللي قاعدة تأخذ خيرات البلد وسنويا نص أموال الشعب العراقي دا تروح لإيران لأن أكو حصار اقتصادي على إيران وأكو عقوبات على إيران وبفلوسك وفلوسي وفلوس الشعب العراقي هي عايشة، إيران اللي دا تدز جيش ومسيرات وصواريخ ودا تتهدم بها مدن، إيران اللي قاعدة تدعم وأكو فيديوهات تأكد أنه تنظيم داعش الإرهابي تدربوا بإيران، هاي إيران. والله كذب هذا الكلام وحق. لا إله إلا إحنا ود العراق. يعني إيران ما قصت المي. إحنا نعرف إيران ما قصت المي. هي جفاف أبد ما عندهم هاي جفاف تدري جفاف يا مناطق طلعت عليها مظاهرات ما عندهم مي، هي مي من أساس ماكو. يا مي حبيبي يا مي، أنهر ديالة والقارون ما أعرف شنو قصوهن عنك وحاولوا مسارهن وصار جفاف بنار دجلة، أنا يا مي داعي. يا أخي ماكو مي، هي كان مو دفاع بس هي ماكو مي أساس أمطار قليلة. أوكي. أبو شيماء حبيبي إذا أنت تدافع هيجي عن إيران أتمنى تفتح اليوتيوب تكتب قطع إيران لنهر القارون راح تطلع لك الجرافات وشون حطت السد الترابي وشون قطعت المي عن العراق وشون تحول مسار نهر كامل وجف نهر القارون بالكامل. أنا ما دا أكذب عليك، أنا دا أحكي واقع. تقدر تدور عن البنوك الإيرانية اللي موجودة بالعراق ودا تتحول إلها الفلوس، تقدر تباوع وتشوف إيران إيش دا تسوي بالعراق. أبو شيماء دائما الطبلي للبرنامج. يا جماعة الخير أبو شيماء انهزم.
أنا أقول لكم قطع الاتصال وياه. دائما تدخل لي للبرنامج وتدافع عن إيران، هذا الدفاع المستميت. ما أعرف شنو المستفادة أنت من إيران، لأنه الشعب العراقي ما مستفاد. أتمنى المتصلين هسه أي متصل يدخل، إحنا قضيتنا عن الخدمات، تقول إيران دافعت عن العراق، بالمقابل أموالك طلعت إلى هذا البلد، هاي الأموال اللي كنا نقدر نبني بيها خدمات العراق. وأرد أقول لك شغلة واحدة، روح شوف التصريحات الرسمية، هم بلسنتهم إيران، لولا إيران لما استطاعت أمريكا أن تحتل العراق، وهم بلسانهم قالوا استطعنا أن نحتل 4 عواصم عربية ومن ضمنها بغداد. يعني هم يعترفون أن هم محتليك وأنت تجي تدافع عنهم. أنا قضيتي الخدمات مو إيران، لأنه إحنا نعرف كل جزيان إيران إيش قد متغولة بالعراق، وهم سياسيين بأنفسهم ما يقدرون يحكمون العراق، وهم سياسيين بأنفسهم لازم يروح يأخذ المباركة من إيران ويرجع. والدليل الاستهتار اللي سواه وزير الخارجية الإيراني بحق رئيس وزراء العراق في مؤتمر بغداد. موضوع الخدمات، أخوي أبو شيماء يقول بغداد بخير، أتمنى أهل بغداد يتصلون بالبرنامج ويقولوا لي أكو خدمات ببغداد، يعني أكو كهرباء، أكو مي، إذا إجا الشتاء ومطرت الدنيا راح تغرق بغداد لو لا؟ أبو شيماء يقول لي كل دول العالم غرقت. أخوي إيه صحيح، فرنسا وألمانيا وبلجيكا، الأردن أنت ذكرتها، مرة واحدة بحياتها، مرة واحدة بحياتها لظرف، صارت أمطار غزيرة فوق المعتاد، صار شيء، صار سبب سيول من الجبال، انهيار في مكان، لمرة واحدة بس. بس مال أنه بغداد كل ما تمطر الدنيا تغرق، لا، أكو خطأ، الخطأ أنه أكو سياسة خاطئة، الخطأ أنه أكو مجاري ببغداد من زمن النظام السابق ما صارت لها صيانة، الخطأ أنه أكو واحد دا يحكم ما دا يصرف على البلد. ما أعرف أنتو شو تقولون. اليوم من تجي تدور الأرقام، أكو سيطرة على، عندنا اتصال عبد الرزاق من باب الحياك، الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ أفل، بالنسبة للخدمات توفيرها وعدم توفيرها، خدمات يا أستاذ أفل بالدرجة الأولى ترجع لوعي المجتمع. أنت بداية البرنامج كان على بالسماوة المياه الثقيلة. نعم. فالمياه الثقيلة يا أستاذ أفل هذه جريمة صراحة، جريمة أنا أعتبرها، خصوصا بالمياه الجارية. يعني القرآن يذكر هذا الشيء، بسم الله الرحمن الرحيم وكان عرشه على الماء، إذن الماء مقدس، بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي. يا أستاذ أفل هذه الطريقة وهذا الأسلوب، أقول وين وزارة البلديات؟ يعني أعرف وجهت تلم رواتب، هاي مسؤوليتكم وهاي أرواح عالم، أرواح ناس، يعني هسه تركوا الوطن، يعني نقول أنتم يعني نعفيكم ونعذركم بأنه أنتم ما عندكم ولا للوطن، أغلبيتكم أنتم السياسيين اللي جيت بعد 2003 ما عندكم ولا للوطن ولا عندكم هوية وطنية، نعرفكم كل زين، بس هذه أرواح ناس وأنتم مسؤولين عنها يوم القيامة. يعني المياه الثقيلة ترمي على الماء ليش؟ هذه جريمة، أعتبرها جريمة، لا تغتفر بالدولة. هاي من ناحية. وين وزارة البيئة يا أستاذ أفل من الأبراج اللي جاي نصبوها بين البيوت والعوائل؟ هذه يعني مثقل، يعني شلون مثقل المساهم مالتها عن التلوثات المفاعل النووي، لأنه هذه تبث يعني تبث شغلات يعني خطرة على أرواح الناس. وانت جاي تشوف يا استاذ افل، يعني والعراقيين عارفون كل زين بانه كثره الامراض السرطانيه نتيجه نصب الابراج وغيرها، يعني انا اقول لك احد اسباب المشاكل اللي على ارواح الناس. يعني لا وزاره البلديات جاي تقوم بواجبها ولا وزاره البيئه جاي تقوم بواجبها، وكانما
يعني وزارة بلا وزير. يعني أعرف هذول يعني ما حد يحاسبهم يا أخي. يعني وين جاي يمشون بالعراق وين؟ قبل ما يدركني الوقت أخ عبد الرزاق، أشكر مداخلتك وياي وشكرا جزيلا لانضمامك إلي. أم وسام من الطارمية، حياك الله يا أم وسام. حياك يا أم، السلام عليكم. عليكم السلام يما، شلونك يا أم شخص؟ نحمد الله على كل شيء. أقول لك خالة، هي على المي بقت، على المي ضال على المي. اسأل الانتخابات صراحة يجيبونا مي ويجيبونا كهرباء إن شاء الله. يحكون ويجيبوا ويكذبون علينا. كذبوا ببلاش. حتى نعم. اشتري. والله قلت لك إيش احنا نريد على المساجين؟ نريد المساجين شو تطلعوا لنا إياهم؟ شوفوا لنا شارع لهم. يعني عصوا يصوم بكين عصى الله يديهم علينا. سرضانا بالمغي الغرب بس ولياداتنا نريدهم، ولياداتنا نريدهم يوم على مدى الشغل الله حاضر. كان على ما يتعلمنا احنا ينقطع ويجي ونهرنا متعودين عليه. نعم بس على مدى ولدنا خالة فتطلعون هذا الخميس الخنجر يجذب وذاك يجذب وذاك يجذب. ليش قبل ماكو شو ما نسمع عليه ما نتعجبت انت من طلع الساخر صاحبنا؟ قلت هذا من هو؟ قال وش بيه تسمي خميس الخنجر؟ حرام ما سمعت، ما أول مرة أسمع اسمه. يعني مين ذول يطلعون يدورون انتخابات ويدورون هاي وعلقوا صورهم على السري على السري. شو معنى العفو صار مش قاعد يدرسون به؟ صار ايش كم سنة يدرسون بالعفو؟ شو معنى بس العفو؟ ما عاد كلام عم نجيب لهم أربعة دفتر لكن يخلصون لنا ويكتبونه ويقررون علينا العفو. شنو ذنبهم ذنبهم؟ والله سنة وعشر أشهر ما سمع صوتي تم شايفته. شنو ذنبنا احنا؟ شنو ذنبنا هذول الولد؟ بالمساجين طالبوا ذول عقل ما تعودنا على الكوم تعودنا عليه هذا كله تعودنا عليه. صارت عندنا روتين نعرف المي شو نص الليل نضل قاعدين ناطر الصوت شو تجي المي. تعودنا عليه. احنا نريد بس ولدنا يطلعون ويشوفهم قبالنا. ليش يتخطرون وصل قلب يوم يدلون بالنار يا واحد ميت. لا وصل صوتك ان شاء الله. ام وسام تطالب بالعفو العام واخراج المظلومين من السجون العراقيه. شكرا جزيلا لك لانضمامك الى برنامج صوتكم. بالنسبه الى رسائل واتساب، سلامي لكل كادر قناه الرافدين وسلامي الى استاذ افل واستاذ عمر واستاذ محمد. والله انتم اللي توصلون معاناه الشعب العراقي ونشكر هاي القناه الرافدين العظيمه وشكرا لكم. فاتن من المانيا. ابو سميه من الانبار، دول العالم المتحضر تقدم خدمات للحيوانات البريه افضل مما تقدم الحكومه العراقيه للمواطن العراقي. السلام عليكم اخواني الاعزاء، والله اقول لكم انا على ابو ايران بس اريد اقول لابو شيماء ايش مستفاد من عنده تصير ذيل لهم. رساله ثانيه تقول اخوي ابو شيماء لو تقول لنا بصراحه ايش قد راح تقبض ورا مداخلتك اليوم. ابو شيماء وزير خارجية إيران قال بنفسه إيران ما تحتاج تشيل وتحارب أي أحد لأن الميليشيات العراقية موجودة تدافع عن إيران وأولهم. أنت يا أبو شيماء أخوك حسام. أما على خدمات أسئلة لأبو شيماء، دبي غرقت لأن هم قالونا راح نسوي بغداد مثل دبي. السلام عليكم عيوني، صوتكم صوت المظلوم صوت الحق، شكرا لقناة الرافدين. السلام عليكم أخي أفل، الخائفون لا يصنعون الحرية والضعفاء لا يخلقون الكرامة والمترددون لن تقوي أيديهم والجبناء يحبون الذلة وهيهات من الذلة كافية شعب العراق الذلة. السلام عليكم أستاذ أفل، مشكلة العراق والعراقيين ليس سبب السياسيين ورجال الدين، سبب هم العراقيين أنفسهم. متى نبقى متفرجين على السياسيين ورجال الدين اللي يبوقون بحجة الدين ينزلون اليوم يوزعون لفات كباب؟ أنت يا عراقي ليش تمد ايدك وتأخذ من سلب حريتك وثروات وطنك وشردوا أبنائك ووطنك وزجوا أبنائك بالسجون؟ يا عراقي أنت سبب في تدمير وطنك وأصبحت عذرا من الكلمة قشامر للأجنبي. هو يعني قفوا يا عراقيين، هو كاتب هجو، قفوا يا عراقيين لأجل وطنكم. أخواني الأعزاء رسالة إلى كل من يقول أنه اليوم الشعب بخدمات، البصرة بحدها تعتبر أكثر مدينة تلوث بالعالم نتيجة انبعاثات مصاحبة لاستخراج النفط لحرق الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، والتلوث اللي موجود بالبصرة يعادل قنبلة نووية. يا ترى المواطن السبب لو أكو جهة ثانية ومنو السبب؟ خلوها ببالكم وانتو جاوبوا على هذا السؤال.
نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر. في أمان الله.